منطل عليكم ببرنامج من لبنان، ومن لبنان اليوم رح نتعرف على شخصية تاريخية. اللي بيقلب الصفحات التاريخية بيلاقي صفحات مجيدة بالقرن 19، صفحات لرجل من لبنان يوسف بيك كرم، اللي اشتهر بشيخ اهدن، بالقديس غير المطوب، ببطل من لبنان. هالبطل تميز بأنه أحدث ثورة سياسية وطنية اقتصادية اجتماعية روحية أخلاقية إنسانية ومسكونية النظيرة. تميز بروحه التحررية بوجه الإقطاعيين، ووصف بمحامي الفلاحين الأوحد لأنه حافظ على الكرامة البشرية وقدر يرفض كل التصانيف البشرية يلي بتحد من كرامة الإنسان البشري. هو اللي كان يتميز بروح ثورية، هو اللي حارب السلطة العثمانية، هو اللي أيضاً الدولة الأحب على قلبه فرنسا واجهها لأنه دعمت سلطة السلطنة العثمانية وعينت إقطاعي في لبنان حتى يحتل اللبنانيين. تميز البطل يوسف بيك كرم بروح الثورية، هو يلي حتى رفض الإقطاع ورفض أنه تكون الدولة الأحب على قلبه فرنسا عم بتساهم بدعم وتعزيز سلطة السلطنة العثمانية لمصلحة شعبه وليس لمصلحة لبنان واللبنانيين. مر بتاريخ لبنان رجالات كتير، منن يلي ترك الأثر الطيب، منن يلي نقال عنن يا ريت ما خلق، ومنن يلي ما حدا شعر بوجودن ولا تركوا أي بصمة، ومنن يلي حتى جسدن بقي محفوظ لأنه هالقد كانوا أمينين بحياتن. هالجسد يلي منه بحاجة إلا للنطق وللروح، هيدا هو يوسف بيك كرم يلي حاضر معنا باستمرار. يوسف بيك كرم بطل لبنان هو رجل التحدي، رجل العنيد، الرجل يلي حتى الموت ما قدر يتغلب عليه بالجسد لأنه قاوم الموت. اليوم جسده بعده موجود دليل على طهارة سيرته وعفة حياته. هالرجل يلي اشتهر بشجاعته، بدفاعه عن المظلوم، بمحبته للأعداء، بفضائل كتيرة أهمها إنه دافع عن حقوق الإنسان ودافع عن الكرامة البشرية. يوسف بيك كرم يلي ضحى بذاته لحتى يعيش لبنان. نحن اليوم بحضرة يوسف بيك كرم بهالرقاد الحي يلي موجود أمامنا ضمن تابوت يلي حافظ جسده يلي باقي لليوم بغير فساد. هالحضور الحي ليوسف بيك كرم هو حضور حي مش بس بتاريخ الكنيسة المارونية وتاريخ الوطن، إنما هالحضور الحي هو موجود ومطبوع بضمير كل إنسان، بالأخص من أبناء إهدن هالبلدي يلي عطيت هالبطل الروحي والبطل القومي والبطل الوطني يوسف بيك كرم. يوسف بيك كرم شخصية فريدة مرقت بتاريخ لبنان، ما مرق حدا جامع
شخصية جامعة على مثاله. مرأة كتير ناس نحكي ومنذكرهم ببطولاتهم العسكرية، أشخاص نحكي منذكرهم ببطولاتهم السياسية أو الوطنية، وآخرين ببطولاتهم الروحية من خلال القديسين يلي أعطاهم لبنان. ولكن شخص مثل يوسف بيك كرم هو شخص جامع للعنفوان، للبطولة، للجرأة بالعمل السياسي والوطني والوصول إلى ملامسة حياة القديسين. مشان هيك يوسف بيك كرم هو شخصية مميزة بتاريخ لبنان، لأنه شخصية جامعة لكل هالصفات، كانت صفات بشرية أو صفات روحية. الكلام عن يوسف بيك كرم إذا بلش ما بينتهي، لأنه من هالنبع الفياض يلي عاشوا بحياته. أنا لح أتوقف أولاً على فكر يوسف بيك كرم. فكر يوسف بيك كرم أنا شفته فكر رؤيوي، فكر رؤيوي بيتخطى الواقع يلي بيعيشه الإنسان حتى يعطي طروحات مستقبلية. الطروحات المستقبلية اللي أعطاها يوسف بيك كرم بعد 100 سنة وعيت لها الكنيسة الجامعة، بعد 100 سنة وعيت لها الجامعة الدول العربية، وبعد 100 سنة وعيت عليها الأمم المتحدة. مشان هيك يوسف بيك كرم بفكره الرؤيوي سبق عصره حوالي القرن، والطروحات يلي أعطاها أولاً حول إقامة تجمع عربي، تجمع عربي أو تكتل عربي. وهذا شيء واضح كتير بالمراسلات بين يوسف بيك كرم وعبد القادر الجزائري، حول إنشاء تكتل عربي من كل الدول العربية، لأنه بالتكتل في قوة. أراد يوسف بيك كرم أنه يشكل قوة عربية بمواجهة التحدي العثماني يلي دام 400 سنة بالشرق، وحتى يكون هالتكتل لمواجهة أي تحدي بده يصير بعدين. بعد 100 سنة من طروحات يوسف بيك كرم منشوف جامعة الدول العربية، هالتكتل يلي أنشئ لمواجهة التحديات بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، إلى أن أتى التحدي الثالث يلي هو الكيان الصهيوني. فإذا يوسف بيك كرم إذا بنرجع لمراسلاته مع عبد القادر الجزائري منشوف هالفكر الرؤيوي لهالإنسان، لهالقائد، حتى من خلال هالطرح يلي أعطاه. كمان منشوف يوسف بيك كرم كيف سبق تعليم الكنيسة بالمجمع الفاتيكاني الثاني سنة 1965 لما حكي عن دور العلمانيين بالكنيسة. ما كان في حدا بأيامه ليوسف بيك يلي عيش بين 1823 لل 1889 بوقته، ما كان في حدا عم بيحكي عن دور للعلمانيين بالكنيسة. كان الدور محصور فقط برجال الدين. إجا يوسف بيك كرم أعطى دور للعلمانيين بالكنيسة وأراد إشراكهم بالحياة الرعوية حتى بالقرارات الكنسية، لما ركز على إنشاء تجمع ماروني بيكون برئاسة صاحب الغبطة البترك، مؤلف من مجلس الأصيق في المواريني ومن أعيان ومفكري المواريني، لأنه لقى من خلال إقامة هذا التجمع الماروني قوة للمواريني حتى يتثبتوا بأرضهم، بأرض لبنان، وحتى يواجهوا الاضطهاد والتحديات التركية. مشان هيك منشوف يوسف بيك كرم كيف سبق عصره من خلال هالطرح لإشراك العلمانيين والاستفادة من هالفكر العلماني ومن هالطاقات الذاخرة يلي أعطوها الموارنة عبر التاريخ من خلال إشراكهم بالقرارات الكنسية والقرارات الوطنية. يوسف بيك كرم هالإنسان الرؤيوي يلي سبق حوالي 100 سنة الأفكار والطروحات يلي انطرحت بالأمم المتحدة من بعد تأسيسها سنة 1945. بيحكي يوسف بيك كرم عن حق الشعوب بتقرير مصيرها. قبل 100 سنة ما الأمم المتحدة تحكي بهذا الموضوع. بيحكي يوسف بيك كرم عن حرية المواطن باختيار المسؤول عنه سياسياً وعدم
فرض هذا المسؤول من قبل أي دولة أجنبية، خاصة لما كان بوقت الانتداب أو الحكم العثماني للبنان، لما فرضوا متصرف أجنبي على لبنان. فإذا يوسف بيه كرم سبق عصره بهالطروحات: حق الإنسان تقرير مصيره، اختيار الحاكم المناسب لإله، واحترام كرامة الشخص البشري. يوسف بيه كرم كان دايما عنده هذا العنوان الكبير بحياته، احترام الشخص البشري، لأنه بيعتبر أنه الإنسان هو صورة الله على هالأرض. ممنوع صورة الله على هالأرض تتبهدل، تنهان، تنزل، تستعبد، أو تفتقر حتى، أو يكونوا مطية لوصول بعض الحكام إلى السلطة. فإذا يوسف بيه كرم الثائر يلي رفض كل المظاهر البشرية يلي كانت موجودة، يلي رفض الاستعباد، يلي رفض هالفرضيات اللي هي إلى أبعاد إقطاعية أو ديكتاتورية، أطلق يوسف بيه كرم مشروع الحياة أو التجربة الديمقراطية، خلى بطروحاته مكان للإنسان أنه هو يكون عنده حرية، حرية الاختيار، لأنه هو حر، تحرر بالمسيح، هو عنده حرية أبناء الله. بهالحرية هيدي المسؤولة يختار مين بده يكون عم بيحكمه، مين بده يكون القائد يلي ماشي قدامه. هيدي باختصار الطروحات يلي طرحها يوسف بيه كرم. أنا كلها وضعها بالدراسة الأولى يلي عملتها عنه بعنوان يوسف بيه كرم: إيقونة وقربان على مذبح الوطن. الدراسة الثانية يلي عملتها عن يوسف بيه كرم حول روحانية المنفى، والدراسة الثالثة حول يوميات يوسف بيه كرم الروحية يلي بتتناول 4 سنوات الأخيرة من حياته، كيف عيش حالة روحية نسكية. والدراسة اللي عم تحضر اليوم هي حول مذكراته الوطنية يلي إذا الله راد بدنا نشرها بوقت قريب. اللي بدي أحكي عنه هو شغلي له علاقة بفيلم وثائقي مجهول تماماً، انعمل سنة 32، يعني حين إزاحة ستار عن تمثال يوسف بيه كرم يلي أنجزه النحات، رائد النحت بلبنان يوسف الحويك. يومها كل أركان الدولة اللبنانية والمفوضية الانتدابية الفرنسية تقاطروا على أهدي، وكانوا صفوف متراصة حول التمثال، وانحبست الأنفاس حتى ينزاح ستار ويظهر هالعمل الجبار اللي أنجزه الحويك. لكن تفاجأوا بلحظة إزاحة ستار أنه حدث ما، شيء عطل ما حل دون إزاحة ستار. فانبرى شخص يعني بملء الحماس اسمه غصوبة فرنجية، وقفز قفزتين يعني ما حدا بيعرف مدى يعني ضخامتهم إلا ما يوقف اليوم حد هالتمثال ويشوف قديش كان فعلا انه عنده خفة وعنده رشاقة، وحتما لازم يكون جسمه ساعده وطوله. اول قفزة حكم على قاعدة التمثال اللي بيقولوا لها الدكة على القاعدة، وتاني قفزة على ظهر الحصان، وانفجرت جماهير بالزلاغيط وبالصياح وبالهتاف، وهو مدفوعا بحماس اكثر بيمطشق مسدسه وبيطلق رصاصات بالهواء. يعني تسابقوا المصورين الفوتوغرافيين اللي كانوا موجودين على التقاطه. نور الشمس من جبينك والبحر بدايك والكون بيعرف مينك يا يوسف باي. نور الشمس من جبينك والبحر بدايك والكون بيعرف. يا
يوم 15 أيار 1823 كان يوم مشرق على أهدن، لأنه ولد ابن البطل يوسف بي كرم من والد اسمه بطرس فرانسيس كرم ووالدته مريم عبد النور من ضيعة عين تورين. ربي بعائلة غنية من الوجهاء اللبنانيين، ولكن تربى على حب الفضائل، حب التقوى والمحبة، وأيضا على الشهامة. بهالعائلة تربى على حب الوطن، وأيضا قدر يدرس سنة 1830 اللغة العربية واللغة السوريانية، وأيضا تعلم اللغتين الإيطالية والفرنسية. وبوقتها قدر يتغلب إنه مش بس الغني بحق له يتعلم، ولكن طالب بكل إنسان بلبنان من حقه إنه يكون متعلم. وهيك بلش مشروعه بالتعلم، وبلش مشروعه إنه يعطي كل إنسان حقه. أمام هالركاد الحي يلي موجود بأقبية كنيسة مرجرس بإهدن، هالكنيسة يلي واكب يوسف بي كرم بناءها، هي اللي حضنته من بعد ما وقفت حياته بالجسد. يوسف بي كرم عاش حالة البطولة الروحية من وقت يلي وعي على هالدنيا، تعلم التعليم المسيحي ببيت أهله، بعدين كملها من خلال الآباء العزاريين يلي كانوا موجودين بإهدن وكهنة الرعية. يوسف بي كرم يلي تربى على حالة الصلاة والإيمان، أراد لما وعي بعز شبابه أن يكرس حياته للرب من خلال الدعوة الكهنوتية. لما كشف عن هالإرادة لصديقه الخوري دبس المطران، فيما بعد المطران يوسف الدبس، بيتمنى عليه صديقه المطران الدبس أنه يبقى بالعمل الوطني، لأنه قال له ليل يلي مثلك موجودين بالعمل الوطني، نحن بحاجة لك أنك تضل ضمن هذا العمل، وفي عنا كتير دعوات كهنوتية. يوسف بيك قبل جواب المطران الدبس، واعتبر هالجواب هو من ربنا. يوسف بيك أراد يأسس جماعة رهبانية رسولية، يكون هو عضو من بيناتهم لهالجماعة، ويندر كل أرزاقه وأمواله لهالجماعة لخدمة الرسالة. ولكن لما اتراجع عن موضوع الدعوة من خلال اتصاله ورسائله مع المطران المؤسس لجماعة الرسل الكريمية، من خلال المراسلات اللي وجدت بيناتهم، شجع المطران المؤسس على تأسيس هالجماعة الرهبانية يلي موجودة اليوم بلبنان، وعم بتقوم بعمل رسالة مش بس بلبنان، حتى بكل مناطق الشرق وبالأخص ببلاد الانتشار. يوسف بي كرم عاش الحياة الروحية من خلال أولاً نذر البتولية. صحيح ما عمل كاهن، ولكن كان كاهن علماني، وإن شاء الله قريباً منشوفه على مذابح الكنيسة، ويكون قدوة لجميع المؤمنين، بالأخص يكون قدوة لجميع السياسيين اللي عم بيشتغلوا بالشأن الوطني، حتى يعرفوا أنه هيدي المسؤولية هي من الله مثل ما بيقول مربولس. دوخت الغرب بعقلك، صاروا الحكام اللي ما يزورك يشتاق لك يتودد لي. مدرسة جديدة ومتميزة بأنه رجل سياسي، بس ولكن بنفس الوقت يتميز بشكل خاص بالمبادئ والأخلاق والقيم والثقافة، ولكن شاءت الظروف اللي حصلت أنه يروح باتجاه السياسي، وكان عنده تجارب مريرة يمكن ما قدر ينجح بالمعنى الانتهازي أو بالمعنى اللي منعرفه بالسياسة اللبنانية، لأنه ما كان يتنازل وما كان يتراجع. طبعا أول تجربة له كانت بالحرب الأهلية وبالحرب الطائفية اللي هو ما شارك فيها، واللي كان شايفها أن هيدي الهدف منها أن تكون فتنة لضرب المسيحيين بشكل خاص. شاءت الظروف أنه يكون هو خيار دولي وأقليمي، أنه يكون هو قائم مقام النصارى، ودائما كان يقول أنه أفضل لألنا نحن أبناء المشرق أن يكون المشرق كله سوا وطن لألنا، من أن يكون لنا أوطان صغيرة ومهانة على قدر حجمها وضعفها.
يلي هو دعا له انه يكون فيه نوع من عدالة إنسانية. هو استشرف بهذا المعنى كمان حتى الأمم المتحدة اللي صارت فيما بعد بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، هو سماها جمعية الأخيار، بمعنى أنه يكون في مجموعة من القوى العالمية اللي هي تساعد أو تفرض نوع من الحكم العادل أو تساعد الدول الضعيفة حتى يكون في عدالة على المستوى الإنساني. حبت شعبك رسمالك عدلك ميزان، ما همك بيتك حالك بدك لبنان. هلا نحن هون ببيت يوسف بيك كرم بالزيت بطل لبنان. هالبيت عمره بيو الشيخ بطرس كرم، واستغرق بنائه وقت سنوات طويلة. يعني المؤرخين والرحالة اللي اجوا على ذكر هالبيت قال انه فعلا طلب وقت طويل بنائه، ربما لانه وجوده بإهدن لا يمكن انه يتعمر على مدار السنة، بفصل الشتاء حتما توقف كل اعمال البناء، عدا عن انه بناء حجري بحد ذاته بيتطلب جهد لبنائه. الأرض الشيخ بطرس ورثها عن عمه الشيخ يوسف بولس الدويهي، والطابق العلوي أضافه فيما بعد أسعد بيك كرم بعد ما ورث البيت. هالبيت معروف أنه كان مقصد يعني لكبار الرحالة الأجانب اللي أجوا عليه. ألفونس دو لامارتين، المونسينيور ميسلان اللي كمان عمل كتاب كتير مهم، كان من زوار هالبيت، فؤاد باشا، الأمير مسعود الشهابي نزل بضيافة هالبيت ومعه نصبوا خيام لخمسمية من جنوده بالباحة. يعني اللي بينروى عنه شيء كتير، لكن اللي كان يستغربون الرحالة انه طريقة استقبال آل كرم لقلون على المدخل بمية الزهر ومية الورد وبحرق البخور، وانه كانوا ياكلوا على طاولتهم بشوك وملاعق وسكاكين من فضة ومن ذهب، وهذا شيء كان نادر جدا بهيك الزمان. اطلق على المبنى يعني تسمية مبنى الكبرى، نظرا لانه ضخامة بنائه كان يعتبر أكبر بناء بهيك الزمن. نحنا حدك نادينا نمورا وقسود، وين ما بدك ودينا ما عنا حدود. سنة 1846 توفى والده ليوسف بيك كرم وكان يدعى بطرس كرم. انتقلت الزعيمة إلى يوسف بسبب تدخل المطران طوبية عون يلي حل المسألة بينه وبين خيه الأكبر ميخائيل، وهيك صار بعمر 23 سنة حاكم على إقطاع بيه. نحن رجال كرم، كرم قديم هذا الواقع، فضل العيش بالمنفى من بعد ما عيش بالبراري، من بعد ما سجنوا المتصرف وضعوا بالسجن لأنه رفض أوامره بالالتزام بقوانين الجبل يلي وضعتها المتصرفية، لأنه رفض الوظائف الثلاث يلي عرضن عليه المتصرف داود باشا، عيش بالبراري، احتمل الحر واحتمل البرد والثلوج حتى ما يكون طيع أو أداة يستعملوه الأتراك بوجه أبناء قومه بوجه اللبنانيين. رجع على لبنان بدون إذن السلطنة سنة 64، ولكن ما قدر ثبت وجوده بلبنان بهالفترة، اضطر بال 66 يرجع يترك لبنان مرة تانية ويعيش بالمنفى حتى ركاده الحي سنة 89. ولكن يوسف بيك كرم من خلال المنفى الأول والمنفى الثاني ما ترك شعبه، كان يجتمع مع الملوك والأمراء، مع الكرادلي، مع البابا، كان عطول حامل هم لبنان حتى يحرر لبنان
ويحرر اللبنانيين من كل استعباد، من كل عيش ذل، عيش فقر، عيش عبودية، حتى يعطيهم حرية أبناء الله. أبطال ثورة كرم، أفراد معدودة، رفعوا العلم على العلم بفعال مشهودي. يوم 14 أدار 1857 وكل أهالي إهدن يوسف بي كرم الزعامة لحتى يشتغل كل اللي بيشوفه مناسب لمصلحتهم، وقدروا يمضوا كبار العائلات الإهدنية على توكيل رسمي هن والكهنة. هالتوكيل بيتألف من 6 بنود حتى تعود الزعيمة إلى يوسف بي كرم. نحن الصوارم لنا وفرسان هالأحرار، والبايك من عندنا هالفارس المغوار، ولبنان بسيوفنا عنو محينا العار. مشروع اقتصادي طرحه يوسف بيك كان رائد بكل معنى الكلمة، انه يطرحه بزمانه، يقضي باستخراج الفحم الحجري من منطقة بسطوقيت، لأنه شاف أنه التربية تصلح لاستخراج الفحم الحجري، على أن ينعمل يتم إنشاء سكة حديد تربط بسطوقيت بطرابلس وطرابلس بحمص فالشام وصولا للحجاز. وكان بلغ حديثه مع الفرنسيين أشواط يعني بالتفكير بهالمشروع، لكن الظروف عدم الاستقرار اللي كانت سائدة بلبنان خلتهم فيما بعد انه يصرفوا النظر عن الموضوع. نحن اليوم بمتحف بطل لبنان يوسف بيك كرم، الشخصية العظيمة اللي ضحت بسبيل تاريخ لبنان والحفاظ على لبنان. بدنا نعرفكن على هالبيت العريق، هو معمر سنة 1777، عمره الشماس فرانسيس لابنه يوسف اللي هو جده لبطل لبنان يوسف بيك كرم، وسكنه بطرس كرم حاكم الجبة ومن بعده يوسف بيك كرم. هذا البيت بيمتاز بالبيوت اللبنانية الأمرة العريقة، بالسقوف العقد الثلاثة فوق بعض اللي معمر بهيديك الحقبة. نحن قررنا نشتري هالبيت ونرممه ونعيده لسابق عهده، وفاء منا ومن وصية بي الوالد اللي هو تمنى انه نحن نشتري هالبيت ونرممه. فكان المشروع انه نحن نطلقه ونرده لسابق عهده. البيت مفتوح للناس كلها مجانا، وللنشاطات كلها، الثقافية، توقيع كتب وجميع أنواع النشاطات كمان، والزيارات كمان مجانا. كل اللي عرف يوسف بي كرم البطل عرف كرم الرؤيوي اللي كان عنده رؤية وطنية مشرقية وحتى عالمية. كرم يلي اشتهر بعناده بالحق، ببسالته، برؤيته الفعلا المجردة عن الدنيويات، بتواضعه، بإمحائه، بكل شيء بيعلن الحق والحقيقة. هو يلي اشتهر بقول مأثور يلي كان يقول: قول الحقيقة لو قد ما كانت جارحة، بدل ما تقول الكذب لو قد ما كان معسول.
يوم 13 تموز 2018 أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على لسان نائب البطريركي المطران جوزيف نفاع السماح ببدء ملف دعوة تقديس يوسف بيك كرم على مذابح الرب، على أمل أن تكون هالدعوة فعلا قريبة للكل. أهم مقتنيات البيت منحب نذكر صندوق، هو شنطة كينية عن كنيسة صغيرة بورتاب، الخوري بيحملها تيرافقه حتى يعمله قداس كل يوم، لأنه هو كان مطارد يعمله قداس وين ما كان موجود بالأحراش وبالمناطق البعيدة. وغير هيك كمان بيتضمن شيء مهم، مركع لقله كان يركع حتى يصلي والكنيسة بيوجهه. يعني هو كان إنسان مؤمن وما تزوج بحياته لأنه كان طالب أنه يعمل راهب. نحن تعلمنا من صفات البطل يوسف بيك كرم الشهامة والكرامة والقداسة وحب الوطن، ونحن بحاجة لرجال مثله بلبنان وبالعالم كله أجمع يكون عندنا هالكرامة وهالعنفوان والمحافظة على التراث وعلى القيم. يلي بيطالع سيرة حياة يوسف بيك كرم بطل لبنان وبيعرف انه حتى جسمانه الموجود بعد الخلايا خصوصا بالرأس عايشة، وهالشي دليل من البعثة الطبية يلي عينت خصيصا للكشف على جسمانه. هالبطل من لبنان ما قبل ولا يوم، وحتى كتب انه بعد ما ماته ممنوع حدا يقول انه كان في انسان بخلال عهده ما قدر يدافع عنه او كان مظلوم. هيدا هو الإنسان يلي نحنا بأمس الحاجة لإله اليوم بعالم كل الكون حتى يدافع عن كل المظلومين ويستحق يكون بطل من لبنان.